ازيكم؟ عاملين ايه؟ حلقة جديدة وفيديو جديد ومعلومة جديدة مع دكتورة نجلاء فتحي، اخصائي امراض النساء والتوليد واستشاري دولي الصحة الانجابية والجنسية. النهاردة المعلومة بتاعتنا هتكون حساسة شوية او فيها حاجات كتير عايزين نتكلم عنها ليها علاقة بالكبار، فالفيديو ده فيديو صغير هنتكلم فيه عن المفهوم والاضرار لاطفالنا، وهيبقى فيه حلقة بنفس الاسم عن ختان الإناث للكبار. عايزة أتكلم مع الأطفال عن ختان الإناث ليه؟ عشان خاطر لازم أفهمين إن جسمنا في حاجة اسمها كرامة الجسد وحرية الجسد، وحق من حقوقي إن أنا أحافظ على جسمي بدون أي تعرض أو انتهاك لحقوقه أو أي تعرض لأضرار جسدية أو فسيولوجية أو نفسية. طيب ماما وبابا هما اللي بيقولوا لي ان انا لازم اعمل الحاجه دي، ما تخافش، احنا هنتكلم مع ماما وبابا ونفهمهم ان الحاجه دي مش صح واضرارها ايه. في ناس كتير بتقول ان الختان هو عاده دينيه او لسبب طبي، عشان كده انا كدكتوره نجلاء اخصائي نساء وتوليد هتكلم معاكم في الاسباب الطبيه اللي مفروض ما نفكرش فيها او ان تطبيب الختان او هكذا. والحاجات الدينية احنا هنتكلم فيها برضو ان مفيش اي سبب للختان، بس خلونا قبل ما نتكلم عن الحاجات دي نفهم يعني ايه كلمة ختان الإناث. طبعا من الاسم احنا عارفين دي حاجة بتحصل للبنات مش بتحصل للولاد. كان زمان من 20 سنة بيقولوا عليها طهارة، ده مش مصطلح صح، كأنه كان بيحصل بيه خلط بين طهارة الاولاد. طهارة الأولاد دي حاجة بتحصل وهم صغيرين خالص في أول 45 يوم، ودي حاجة دينية وفي نفس الوقت حاجة طبيا مهمة عشان خاطر يقدر يحصل تبول طبيعي ونظيف. فبالتالي مش هو ده موضوعنا، موضوعنا هو ختان الإناث أو طهارة البنت زي ما الناس بقى بتقول. دي حاجة عملية بتحصل في شكل جزئي أو كلي للشكل الخارجي أو الأعضاء التناسلية الخارجية للبنت، بتسبب ليها ألام فظيعة وتعب نفسي ومشاكل على المدى الطويل. طيب ليه المجتمع بيحب أو بيعايز يعمل الحاجة دي؟ ده عشان في بعض دي عادة قديمة وعادة وتقليد زي ما احنا قلنا في النوع الاجتماعي، عادة في بعض العادات والأعراف اللي عايزين المجتمع يشوفها في البنت، فبالتالي المجتمع بيعملها اتجاه البنت أو الولد. دي عادة قديمة، وليس ما كل ما هو قديم حميد، او ليس ما كل ما هو قديم احنا مفروض نتبعه، لان لو احنا هنمشي على النهج القديم ليه احنا مش بنلبس الاشجار لحد دلوقتي؟ مش كانوا بيلبسوا الشجر الناس زمان؟ ليه احنا مش بنموت البنات او نوئدهم زي ما بنشوف في الافلام بتاعت آل قريش والافلام بتاعت الجاهلية؟ فمش كل عادة قديمة احنا اتربينا عليها هي صح. ايه تاني الاسباب اللي ممكن تكون الابهات او الامهات عايزه تختن ولادها عشانهم؟ ان هم فاكرين ان دي حاجه هتصون البنت او هتعفها. نفهم مفهوم العفه الاول. هل احنا العفه مفهومها ان انا احرم البنت من حاجه ربنا خلقها لها، ولا ان انا اربيها كويس؟ لازم ماما تكون واثقه فيا ان انا مش هعمل اي حاجه غلط، ماما تكون واثقة فيا ان انا لو في اي حاجة تعرضت لها، حد تعدى على حرية جسدي، حد تخطى حدوده معايا، ان انا هاجي اتكلم معاها وان انا هدافع عن نفسي بشكل من الاشكال، وان انا مش هحاول اتصرف تصرفات خارج الاطار والحدود اللي بابا وماما حطوها لي مدام انا هما واثقين فيا. فمش محتاجة ان انا اعمل اي عملية او ازالة الجزء من جسمي عشان خاطر يقولوا ان انا كده بنت كويسة. انا بنت كويسة طول ما انا بتبع العادات والتقاليد او بتبع القواعد اللي داخل الاسره بتاعتي، والقواعد دي لازم تكون بتحترم ان انا ليا جسد وليا حقوق وليا برضو واجبات. طيب ليه بنقول ما نعملش ختان الاناث؟ عشان ختان الاناث بيسبب نزيف وبيسبب الام كبيره جدا،
وبيحصل حتى لو احنا بنعمله عند دكتور بيحصل مشاكل وتليفات بتعاني منها البنت، سواء كان في الوضع الحالي يعني دلوقتي بيجي لها افرازات مهبليه او بتتعرض لصدمه نفسيه كبيره، بتفقد الثقه في اهلها، او بعد كده بيحصل مشاكل كبيره جدا في ساعه الزواج وساعه البلوغ وساعه انتظام الدوره من عدم. ختان الإناث بيبقى ليه مشاكل كتير جدا، مهم جدا ان الفترة اللي جاية او الفيديو اللي جاي يتعرف عليه الاب والام. احنا لحد دلوقتي عرفنا ان مفيش حاجة اسمها ختان إناث، ومش عايزين نعمل ختان إناث، ومش من حق حد يعمل حاجة على جسدي بشكل عنف او بشكل خارج عن رقبتي. ولو انا عايزة اتكلم مع بابا وماما وما قدرتش اقنعهم، يبقى انا اطلب منهم ان هم يودوني لاستشاري صحة انجابية وجنسية او جمعية او مؤسسة خيرية بتناهض العنف القائم على النوع الاجتماعي، او دكتور نساء توليد يكون زي ما نقول بيراعي ربنا وبيعرف يعني ايه الصح او ايه الحاجة الصح اللي احنا مفروض نعملها، عشان خاطر ما يروحش لحد تاني يكون هو اصلا بيرتزق من هذا العمل، فبالتالي او بيسعى لتطبيب الختان تالي يضرني انا. اتكلموا مع بابا وماما في موضوع الختان دوت قبل ما يحصل. وطبعا لو احنا مش بنعمل ختان لاولادنا او بابا وماما مش بيوافقوا على الختان وبيرفضوه، يبقى احنا الحمد لله يعني عندنا وعي وفاهمين صح، وبالتالي ممكن ننشر الوعي ده وننشر الفيديو دوت لاصحابنا اللي ممكن يكونوا تعرضوا لده. بس احنا مش هنتكلم في الموضوع دوت خارج اطار الحقوق والواجبات وخارج اطار الاسره بتاعتنا. نقدر نشير الفيديو عشان الناس تستفيد، لكن بلاش نتكلم معلومات زياده خارج الفيديو. انتظرونا في الفيديو الخاص بختان الاناث للاباء وللميسرين والجامعات الاهليه في الفيديو اللي جاي.